اختيار الاسم اسمها لومي ميلا. ميلا انت بتدلعيها بتقولي لها ايه؟ ميلا. ميلا ما هو اسم مدلع اصلا، هو ده لوحده دلع صغنطوط. انت اللي اخترتي الاسم ولا باباها اللي اختار الاسم؟ احنا الاثنين. وايه الاخبار يعني؟ هو اسم اوكراني. اها. في ممثله اوكرانيه اسمها ميلا يوفوفيتش. اها. فحسينا هيك انه اسمها جديد وغريب يعني، يعني بعد ما حدا سمى ميلا بلبنان. لا مش منتشر يعني، مش منتشر هنا، مش مسموع كثير الاسم، وحسينا هيك صغير وكيوت يعني. طب ليه معنى؟ يعني ماي دير، عزيزتي. الله، طب ايه الهدوء ده يعني؟ عارفه انت ماي دير ولذيذه ودلع، كله دلع في دلع، كله دلع في دلع الموضوع ده. طب بعد سنه ونقول سنه ونص من تجربه الزواج، تجربه حلوه؟ الزواج حلو؟ احنا بس عشان كل الجمهور اللي لسه ما اتجوزش لحد هلا. لحد هلا. لحد اشمعنى لحد هلا؟ ايه اللي فيه؟ لحد هلا يعني كل شيء حلو الحمد لله. على اساس ايه؟ بيساعدك؟ بيساعدك في حياتك، بيساعدك في مواعيدك، بيساعدك في ان هو يستحمل انك مش موجوده وكده يعني، الحياه حلوه. هلا فادي عنده كمان شغله، شاغله يعني انه كل النهار من الصبح لعشيه. وده مش حجه انك انت تاخديها حجه وتسافري وتشتغلي. يعني بنساعد بعض اكيد يعني، وقت فراغه اكيد بيساعدني، اوقات بميلها بال يعني بكل شيء. يعني هو متفاهم معك؟ طبعا كتير. متفاهم الحياة؟ لا متفاهم كتير. هل دلوقتي بعد المشاكل اللي بتحصل لكتير من النجوم مع شركات الانتاج بدون ذكر اسامي شركات الانتاج، هل دلوقتي وانت قاعده كده قدامي تقدري تقولي مفيده انا كنت صح ان انا بنتج لنفسي من اول ما ابتديت؟ اكيد انا من الفنانين اللي بخافوا كتير على 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 اسمهم وعلى اعمالهم اللي بدهم ينزلوها يعني. مشان هيك بخاف من اي شركه انها تحصرني مثلا بفكره كليب معينه او مثلا ببادجت معين لهالكليب، انه ما عنا الا هالبادجت لهالكليب. في شركات ما بيقبلوا انا ارجع عيد التوزيع مره ثانيه اذا ما عجبني. في شركات ما بي اغلبيتهم يعني ما بيرجعوا بيحجزوا استوديو لحتى ترجع الاغنيه تتزبط من اول وجديد. فمشان هيك انا هول الاشياء اللي ما بسال عليها، لانه هذا يعني الفن عاده اعطيه بيعطيكي. يعني اديه حيديكي بالضبط. لو اديتي له اهتمام ونجاح وحتى فلوس يعني، انه لو حتى يعني هو كلهم لهم علاقه بالفلوس كمان. ايوه صح، ما هو اللي احنا بنتكلم فيه، لان بقيت الموضوع يعني مش 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 يعني هو كلهم ماشي قدام كلمة نجاح، لأنه النجاح أكبر بكتير وأضخم وأحلى. طبعاً. يعني دايما الحمد لله الحمد لله أنه النتيجة دايما عم بتكون إيجابية بالنسبة إلي. أنا منه هو كمان مني، ما هو بلدياتي، طوبي من طوبه ما هو أصله زي حالاتي، طيب قوي قوي وكمان برد أنا على نياتي، ما هو كتر خير وما جديدة ان انا قاعدة جنب سفير النوايا الحسنة، سفيرة الاطفال. وبعدين انا حاسة ان انتي مبسوطة جدا بال 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 بالميشن دي، انا بعتبرها مهمة. اكيد. هذا كان لانه حلم بالنسبة لي، يعني حلم من زمان. يعني بدي اشكر الله لانه حقق لي، لانه انا من زمان حابة اعمل شيء للاطفال قريبة منهم يعني، غير انه سي دي اللي كان قررت على سي دي من وقت خصمك. ويا سلام، كنت مقررة انه بدي اعمل البوم للاطفال وعملته الحمد لله ونجح كثير وبعده لهلا ناجح. لا لغاية دلوقتي شخبطت مكسرة الدنيا. فهذا الشيء يعني الشق الثاني
حسيت هيك بشعور احلى بعد، شعور جديد، لانه يعني انت عم تعطي، انت عم بتوصفي اسمك وشهرتك ونجاحك لمساعده الاخر، والاخر هو طفل، هو طفل يعني. اذا زعلان بقول لك زعلان بكل صراحه، اذا شيء زعله بيبكي، اذا شيء بيضحكه بيضحك، يعني علامه الصدق بحد ذاتها هو الطفل. فمشان هيك ما فيك لما بتحسي حالك بدك تساعدي، بدك يعني تكوني حده. واذا فكرنا اكثر، طفل هو يعني هو رجل الغد. لا بالضبط، لازم يطلع يعني اذا ما اهتمينا فيهم، يعني نحن مستقبلنا وين رايح؟ كان في زماني وزماني يا مكان زي بنت جميله زمان، كان في زماني وزماني يا مكان زي بنت جميله زمان، ذكرت نجحت لعبت فرح عزفت رسمت أغنية معينة للبنوتة بترقص عليها. سلمولي علي. سلمولي علي، صح؟ كده بترقص. جميلة، أنت فتحتي حطالة. حلوة دي، عندها وزن موسيقية دي. كتير. دي هي بترقص على الريتم، على البيت. يعني لو مثلا أغنية سريعة بترقص بسرعة، لو أغنية أبطأ على خفيف. تتميل كده. على خفيف طبعا. وانت يا تانا متاكده انها تبقى شقيه موت. انا عارفه هي شقيه اكتر مني على فكره. اكتر، ربنا يكون في عون جوزك، لانه اثنين كتير عليه. نرجع تاني للعشر حلقات. هو اشقى بعد. عارفه انا متخيله بيتكم عامل ازاي؟ متخيله ان هو بيت ثلاث قرود. عايزه ارجع تاني لعشر حفلات، وعايزه ارجع. بتفكري ايه تاني تعمليه للطفل غير انك تغني؟ كنانسي بتغني وفلوسهم هيروحوا لخدمه الاطفال دي، انت بقى نفسك تعملي ايه؟ لا دي اقل حاجه، دي يعني دي من الاشياء اللي نحن حاطينها عشان نعمل هيدا. بس في مشاريع اكبر بكتير من هيك، يعني في حملات توعيه للاطفال والاهل، اهاليهم يعني، لانه ممكن يكون يعني اغلبيه الاطفال بيعانوا من وراء اهلهم، او بيمارسوا العنف، او مثلا في فقر، او في عدم، ما بيفهمون منيح، ما بيشجعون على الثقافه انه يتثقفوا. في كثير اشياء يعني، في زيارات لبلدان، بس يعني مش لحفلات، بس لمؤتمرات لتوعيه الاهل ولتوعية المدارس ولتوعية الناس اللي هن المسؤولين عن الأطفال. إيه أكتر موضوع نفسك بجد تشديه وتبرزيه يخص الطفل وتتبنيه من كل المواضيع دي؟ العنف ضد الطفل. الضرب يعني. العنف، الضرب. ده يضايقك؟ ده نفسك تعمليه؟ أكيد، لأنه ما في يعني، تخيلي إنه مثلا، طب ما هيدا طفل بده يغلط، يعني كيف نضربه؟ يعني لازم يتفهم الطفل، لازم ناخذ كل، يعني لازم نعلمه، لازم نربيه بغير طريقه.